بحي سيدي معروف بالبيضاء تتواصل أشغال إعداد المحول الطرقي والذي يتضمن إنجاز جسر معلق ونفقين وممرات جانبية. هو مشروع يهدف إلى التخفيف من ضغط حركة السير على مستوى البوابة الجنوبية للمدينة والتي تعرف تدفق أزيد من 17,000 عربة من جميع الاتجاهات خلال ساعات الذروة. هذا الملتقى اللي حاليا هو عبارة على ملتقى ديال 6 المداخل ان كارفور ا 6 برونش مع يعني تتقطعوا الخط ديال الترامواي. اذا هذا الملتقى حاليا تيعرف حركه سير مهمه واللي تتوصل حتى للاختناق في ساعات الذروه، حيث انه تنسجلوا حركه ديال 17,000 سياره في ساعه ديال الذروه. لذلك تعملوا دراسات وتخطط لهذا المشروع ديال اعداد هذا المحول. لحد الساعة تم إنجاز 25% من المشروع الذي سيمكن سائقي السيارات القادمة من سيدي معروف بالذهاب مباشرة إلى وسط المدينة من خلال الأنفاق دون الدخول عبر طريق السيار. حتى الآن تقدمنا في مشروع إعداد المحول الطرقي سيدي معروف بالبيضاء بنسبة 25%، وعلى مستوى الأساس فتم الانتهاء منه بنسبة 100%، والارتفاع نسبة الأشغال فيه بلغت 35%. لدينا جسر مركب ومعدني ونتمنى إنهاء هذه الأشغال نهاية العام 2017. دجنبر 2017 هو تاريخ إنهاء أشغال المحول الطرقي لسيدي معروف، المشروع الذي من المتوقع أن يضع حدا لأحد أكبر المشاكل بالعاصمة الاقتصادية والذي سيجعلها أيضا في مصاف المدن العالمية الحديثة.